السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عاطف، أخبار حضرتك إيه؟ إن شاء الله أنا بعرض لحضرتك في خلال البرزنتيشن ده هوت هنت بسيط على الـ VD أو الـ Virtual Disaster Program. فكرة البرنامج ببساطة إن هو كان زي ما حضرتك عارف إن هو كان مشروع تخرج، فهو ببساطة هو ديمو لسيمبل جيم بتحاكي الـ ديزاستر سيناريوز اللي احنا كنا بنستخدمها في الميمز والاتش ميمز. فالبلاتفورم بتاعنا هو عباره عن سطح مكتب وعليه تابلت وشويه بيبرز. في البدايه خالص بندي هند ايه هو التيبل توب اكسرسايز وايه هو الفيرجوال تيبل توب اكسرسايز في الميجور انسيدنت. بنحط الاوبجكتيفز بتاعتنا، بندي هند بسيط الهدف منها ايه، ازاي ابدا العب اللعبه دي وازاي اقدر يعني اخد الماكسيمم بنفيت منها. وفي الاخر خالص في نهايه اللعبه دي المفروض اطلع بايه او النقط اللي انا عايز اطلع منها. ببدأ بعد كده هوت بيبقى عندي كذا فايلز كأنه فايل على ديسكتوب. كل فايل منهم بتبقى عبارة عن ديزاستر سيناريو. في الديمو ده احنا عندنا 1 كيس اونلي، بس هنضرب ممكن تحط 2 و3 و4 على حسب السيناريوهات. ممكن نحط هازمات ماتيريال، ممكن نحط اكسبلوجنز، ممكن نحط ماث جاذرنج مثلا، انسيدنت كبير، وات ايفر اللي حضرتك عايز تحطه والهدف من كل كيس ايه. ففي الكيس دي احنا استخدمنا كيس نمبر 1 بتتك عليها حضرتك. اجين بيبقى لسه عندي البلاتفورم بتاع الديسكتوب، حاطط كاميرا، حاطط بتاع، بتديني برضو نوع من انواع الرياليستيك سيتويشن شويه. بتبدا نفس السيناريوهات اللي احنا كنا بنستخدمها في الميمز والاتش ميمز، بيبدا يبقى فيه كلام، الكلام ده هو بيبدا يوصف الكيس، ممكن يضاف عليها صوت، ممكن يضاف عليها اي حاجه. الصور نفس الكلام، الصور محاكيه، يعني انا اتاكد دلوقتي على الصور هتشوف ان هي صور متعدده متاخده مثلا بالكاميرا ديت. الصور نفسها فيها اصوات الحادثه بتديني شويه يعني نقول نوع من انواع الاحساس بالرياليستيك شويه. هدي حضرتك فرصه دلوقتي وحضرتك تشوفها. طبعا احنا بنتحكم في سرعه الصور. زي ما حضرتك شايف انا مجرد ما بطلع بالصوره بتاخد حتى زي نظام هنت لغايه ما الصور الصوت يقف اوتوماتيك. الصور زي ما حضرتك شايف ان هي فيها كلوز اب بيكتشرز، فيها حاجات ماستر بيكتشر من بعيد، فبتديني برضو احساس ان انا عندي يعني معلومات بسيطه عن واقع الحادثه اللي حصلت. ببدا اقرا الحادثه هنا اهوت، ممكن اعمل لها فول سكرين لو انا عايز اشوفها بالحجم الكبير. عندي نافيجيشن بار ان ونكست، ان ونكست وبريفيوس. اسئله زي ما احنا كنا بنسالها يعني اللي احنا كنا بنسالها منطقيا، حته مثلا فين البرونز اريا، فين السيلفر اريا. فكره انظر الخريطه والكلام ده هوت. لو حضرتك شفت النافيجيشن بار في هوت، احنا بندي فرصه للي بيشوف اللعبه ان هو يبدا الاسئله يسال الاسئله دي لنفسه وللناس اللي معاه، ولو حابب بعد كده يشوف الكلام ده على الخريطه نفسها يقدر يتك على النافيجيشن بار بتاع الماب دي، بيتك عليها كده فبيديني هنت ده فعلا المكان الحقيقي اللي حصلت فيه الحادثه. يعني انا جايب فعلا الموقع ده مش موقع افتراضي، هو فعلا المكان اللي حصلت فيه الحادثه اللي حضرتك شفتها ديت. اقدر اشوف الخريطه بكذا واقع سواء بالسيمبل واي او بالشكل ده، فيها المين رودز، فيها البرانش رودز الصغيره. فابدا ابدا اسال احط فين الجزء بتاعنا. زي ما حضرتك شايف نفس الفكره بالظبط اللي احنا كنا بنستخدمها في الميمز والاتش ميمز، بس هنا برضو بديله هنت اللي انا عندي. لو حابب يشوف الاجابه الصحيحه يقدر يستخدم هنا. لو حابب يعرف البرونز اريا هقول والله دي سجستد برونز اريا. عايز يعرف السيلفر اريا والله دي هتبقى السيلفر اريا. والله عايز يعرف مثلا منطقه الاخلاق الايفاكيويشن او اللودنج اريا، والله المنطقه دي ايزوليتد وفي وسط يعني برانشد رودز، والله ممكن دي سجستد اريا. ويبدا يسال نفسه او يسال مع الفريق بتاعه ايه افضل مكان. طب ده المكان ده كويس ليه؟ طب لو انا حبيت احط الاسعاف مثلا هيبقى الان منين والاوت منين، وهيبقى في عندي الكنترول بوينت بالنسبه للجيتس بتاعتي هتبقى فين وفين. انا خدت ده ليه معايا مثلا البيلدنج ده واكسكلودد اذر بيلدنج ولا لا. الاسئله دي بتبقى كويسه جدا ان هي بتفتح حوار كاني بالظبط بعمل فيرجوال سيناريوز. لو حبيت اعمل ريفرشنج تاني بعمل ريفرشنج وابدا اشوف الكلام ده. حبيت اشوف كل الكلام ده مثلا ده على سيمبل ماب اقدر اشوفه على سيمبل ماب. في النهايه برجع تاني اهوت وابدا اكمل السيناريو بتاعي عادي خالص.
نفس الوقت انا عامل هنا اللي هو نظام البرنت الاوبن اند برنت، يعني انت لو حبيت تطبع الورقه دي وتوزعها على الناس يتعاملوا معاها ورقيا برضو بنقدر نتعامل معاها من ناحيه الورقيه. لو انا اتكيت على برنت مثلا بيبدا يديني الاوردر بتاع البرنت وسو اون زي ما حضرتك شايف كده. البرنت اولسو بيديني فكره ان انا عايز دلوقتي هيبقى عندي حالات، طيب الحالات دي هبقى محتاج ورقه اللي انا فيها مثلا الحاله رقم واحد، الحاله رقم اثنين، الورقه اللي احنا كنا بنكتبها ورقيا لا احنا حضرتك ممكن تطبعها هنا اهوت، وبالتالي يقدر يتابع معانا حته عمليه الترياج. فانا برضو بديله نوع من انواع الفيزيبيليتي ان هو يستخدم الحاجه الثانيه. طيب نمشي مع السيناريو. اسئله زي ما حضرتك كنت معلمنا الكوميونيكيشنز الاسسمنت الترياجنج، وتبدا الحالات تبدا تتقلي ومكتوب هنا الطبع بتاعنا. طيب لواحد جديد ما يعرفش اي حاجه او معلوماته بسيطه جدا على الديزاستر ممكن يستعين بحته دي، يعني انا ما اعرفش ايه هو الترياج، ممكن من علامه الاستفهام دي هي الانفورميشن بيخلي تاني على بلاتفورم يبدا يديني معلومات على الحاجات دي. بمعنى والله مثلا التواجد المحدد مسبقا ازاي، ايه هو دور الشرطه، ايه هو دور الاطفاء، نفس الكتاب اللي حضرتك كنت مساعده الشرطه، خدمه الاطفاء، عمليات تنظيم موقع الحدث عامله ازاي، ونفس الفكره بالظبط لو انا عملت يعني فول سكرين ببدا اشوف الكاردونات دول الخدمات وبحط الحاجات دي. في حاجات تانية مهمة جدا هنشوفها دلوقتي مثلا، يعني مثلا زي عملية الترياجنج عاملينها برضو بنفس الطريقة، يعني بالبلدي كده الجيم مش اونلي جيم، اللي هي جيم وفيها معلومات كتير بحيث ان هو تساعده ان هو يدي هنت بسيط عن الميمز بالذات او الاتش ميمز لو حبيت حضرتك تعملها موديفيكيشنز. دي عملية الترياجنج بتاعتنا، وطبعا الحاجات دي كلها تمت مراجعتها مبدئيا، شكل الكارد عامله ازاي، التريتمنت شكله عامل ازاي، المنطقه فين، اللودنج اريا فين، اند سو اون. طيب الحاجه الثانيه برضو زي ما حضرتك شايف عمليه الكوردونات احنا حطينا هنا بشكل اكثر توضيحيه، مستخدمين برضو الشرطات اللي حضرتك استخدمها من الفورورد بوليس كوماندر، فورورد فاير ارم كوماندر، الميديكال كوماندر عامل ازاي، الان والان اوت، وبالتالي لما هو يبدا يجي يحدد عمليه البرونز اريا والسيلفر اريا هيبقى عنده معلومات كافيه ان هو يبدا يتعامل معاها. طيب حبينا نرجع تاني، بنرجع تاني للكيس بتاعتنا ونتعامل معاها بناء على الاسئله بتاعتنا. طيب خلصنا الاسئله وخلصنا الحالات بتاعتنا، حابب هو يعني يستزيد من بعض المعلومات ممكن يتواصل من خلال المكتبه اللي احنا حاطينها هنا. احنا المكتبه اللي احنا حاطينها هنا حاطين بعض الكتب اللي احنا شايفينها ان هي قد تكون مفيده في طبيعه الكيسز الموجوده زي البري هوسبيتال كير والديزاستر ميديسن. ده مش مجرد اعلان بس، دي اولا كتب هي موجوده فري اونلاين وبالتالي ممكن نستخدمها. لو حضرتك شايف ان الكتب دي لا ممكن نحط كتب تانية او whatever برضو ده يعني اتس اب تو يو. لما بتك على الكتاب بيطلع لي البي دي اف فورم بتاعه وابدا اشوف المعلومات اللي انا عايزها زي ما انا عايز، مفيش مشكله خالص. زي ما انت شايف حضرتك البرنامج بسيط جدا، الحجم بتاعه كل ده وكل المعلومات اللي فيه ده 66 ميجا، يعني صغير جدا. هو مصمم دلوقتي ان هو على الاستخدام البي سي اونلي، بس اعتقد لو احنا استعنا ببعض البروجرامرز ممكن يحول لنا البرنامج ده ببساطه جدا، لان السكريبتنج بتاعه بسيط جدا، يحوله على اندرويد بروجرام اور وات ايفر اللي هو عايزه. طيب خلصنا هنا. برضو النقطه انا دايما بحطها علشان البراندنج، ممكن بنحط الكونتاكت زي ما انت شايف. زي ما انت شايف حضرتك الايكونز كلها انتراكتيف، بتغير لونها، ليها اصواتها، حضرتك بتضغط عليها مثلا في الكونتاكت. مثلا ده كان المشروع التخرج بتاعنا، كانه موبايل بيرن، بضغط عليه كاني انسر، بيديني معلومات عن المصمم مثلا، المشاركين معانا عاملين ازاي، كانها مسجز بالظبط طالعه، وحتى الصور بتاعتها موجوده. كل الكلام ده تم تصميمه الحمد لله بواسطتي، يعني كل حاجه اوريجينال، مفيش حد عملها بنفسه او انا واخدها من بره جاهزه، انا عامل كل حاجه، البيبرز، الديزاين، كل حاجه الحمد لله تم تصميمها بنفسي انا، ففضل من الله ونعم. البرنامج بسيط جدا بس يعني لا استحسان في الوقت ده. ده كده في النهايه بقدر اطلع من البرنامج ببساطه جدا من خلال الايكون ده. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو البسيط ده هو يعني وصل الهنت عن البرنامج. زي ما قلت حضرتك هي فكره الجيمز او الجيم اللي هي معروضه في البرنامج ده هو ببساطه نوع من انواع الانتر اكتيفيتي زي الاونلاين ليرنينج، يعني هو مش مساله لعبه والبتاع، لا هي فيها ستيجز زي ما حضرتك شايف، فيها كيس 1 فيها كيس 2، انت ممكن تخش فيها، فيها اوبشنز، فيها انتر اكتيفيتيز، مش معلومات سوليد، مش مجرد تصفح فقط لا غير. طبعا في حاجات اعلى من كده بكتير، فيها نظام اللوغاريتميات اعلى، يعني مثلا
ديسيجن ميكنج، اخترت ده بيديك كذا، اخترت كذا بيديك كذا، بتبقى فيها اوبشنز اكتر. ممكن نضيف جزء بتاع مثلا في نهايه بتاع الكيس بيبقى فيه بعض الاوبشنال كويشنز، لو سالها بياخد عليها سكورينج. كل الكلام ده ممكن يتاح وممكن تعمل، بس لو احنا بنتكلم على زي ما بنقول بادجت، وبادجت بتبقى مش كبيره، فبنحاول نخلي البرنامج يكون بسيط على قد ما نقدر. ده رقم واحد. رقم اتنين، كل ما يتعقد السكريبت البرنامج الفيلير ريت بيعلى، لان هي مجرد سكريبتات، كل ايقونه او كل بريس زي ما حضرتك عارف بنتك عليها بتدي مجموعه من سيكوينشال اوردرز، وبالتالي لو سكريبتات معقده بيبقى احتماليه ان هو ما يبقاش سبورتنج لاذر سيستم. يعني البرنامج ده بيتصمم على اكس بي، لكن هو كومباتبل مع كل الفيرجنز بتاعه الويندوز. ونفس الفكره لو احنا صممناه على اندرويد، لان معظم صوره هي كلها صور وفيها هوت سبوتس، وبالتالي هو فيري سمبل بات ستيل انتراكتيف. فانا ماشي بمبدا السهل الممتنع، يعني الحاجه البسيطه بات فيري افكتيف هتكون كويسه. اجين انا اسف جدا على الاطاله، واتمنى ان شاء الله ان الفيديو ينال استحسان حضرتك، وفي انتظار ان شاء الله رد حضرتك. شكرا جزيلا ليك.